بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اليوم نتحدث عن عالم من أعلام الإسلام، عن صحابي جليل ترك أثرا في صفحة هذا الكون، له بصمة. كل عالم من أعلام الإسلام ترك بصمة، ترك ذكرا، ترك أثرا. اليوم نتحدث عن أحد هؤلاء الأعلام، ألا وهو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. إذن من هو أبي بن كعب؟ هو أبي بن كعب ابن قيس الأنصاري الخزرجي، الأنصاري أي من الأنصار، والخزرجي من الخزرج. ونحن نعلم أن قبيلتين عظيمتين كانتا هما الأوس والخزرج. كان يكنى على غير عادة الصحابة، كان يكنى بكنيتين اثنتين عرف بهما. الأصل أن يكنى الرجل بكنية واحدة، لكن أبي بن كعب سبحان الله كان يكنى بكنيتين. كانت الأولى هي ما يسمى ويطلق عليه بأبي المنذر. من هو الذي كناه بها؟ كناه بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له يا أبا المنذر يا أبا المنذر. والكنية الثانية كناه بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكنى بأبي الطفيل. لماذا؟ لأن ابنه الطفيل هو أكبر أولاده، يسميه عمر بن الخطاب بهذا الاسم، فكان يقول يا أبا الطفيل. طيب، أمه اسمها سهيلة بنت النجار، وهي عمة أبي طلحة الأنصاري الذي تحدثنا عنه في حلقات ماضية إخوة الإيمان. لكن أبي كان ممن لا يخضب شعره، لا يخضب لحيته، بل تركها على طبيعتها بيضاء. أبي كان ممن أسلم مبكرا، قد شهد بيعة العقبة الثانية. وبعد الهجرة، تعرف إخوة الإيمان، عندما هاجر المسلمون إلى المدينة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقضية التآخي أو الإخاء، فكان يؤاخي فلان مع فلان. آخى الحبيب المصطفى بينه وبين سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. لكن إخوتي وأحبتي، ما من صحابي إلا وكانت للرسول عليه الصلاة والسلام في تربيته بصمة وأثر. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ لم يقل له كيف أن أدعوك فلا تستجيب، أما تعلمت أنك تخاطب رسول الله؟ لم يقل له. لماذا؟ لأن الأحبة كلهم قد ترك فيهم حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم أثرا، بصمة من خلق النبيل. فقال له يا رسول الله إني كنت في الصلاة، يعني إنما شغلتني الصلاة عن إجابتك. فقال له الحبيب المصطفى ألم تجد فيما أوحي إلي؟ ما معنى ألم تجد؟ يعني ألم ترى جوابا يشفي
في كتاب الله الذي أنزل علي، أفلم تجد فيما أوحي إلي قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فماذا قال أبي؟ قال: بلى، ولن أعود إن شاء الله. شوفوا الأدب، شوفوا التربية. لذلك من الذي رب المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رب الحبيب ليكون معلما؟ رب العزة. فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هل لا أخذنا من أدب النبوة؟ هل لا تعلمنا من سير هؤلاء الأعلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول أبي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ طبعا كان رد أبي سريعا، فقال: بلى يا رسول الله. قال: السورة هنا ماذا يقول؟ يقول أبي، قال: فقمت معه فأخذ بيدي فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب. قال: فذكرته فقلت: يا رسول الله، السورة التي قلت لي. قال حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم: فكيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: هي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سبحان الله، إخوة الإيمان، إبراهيم يقول قول الله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لذلك الله ماذا يصف أبا بكر؟ يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، لأن عمر عندما صارت قضية الأسرى كان على عكس رأي أبي بكر. ماذا قال؟ يا رسول الله، إنهم رؤوس كفر ونفاق، أرى أن تضرب أعناقهم ولا تذر منهم أحدا. أما سمعت قول الله على لسان نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلذلك قال الحبيب المصطفى: وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفردهم زيد بن ثابت. ما معنى أفردهم؟ أي أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. سبحان الله، إخوة الإيمان، أوسمة يعلقها الحبيب على صدور أصحابه. أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة أبي بن كعب، وهو أول من كتب في آخر الكتاب، وكتب فلان وفلان. وكان أبي إذا لم يحضر دعا رسول الله زيد بن ثابت فكتب. يعني كان يقدم الحبيب المصطفى أبي. وانطفأت هذه الشمعة، والتقى أبي بن كعب بربه، وانتهت حياته على طاعة، وانتهت حياته على أفضل ما تنتهي حياة صحابي جليل. لكنه لم يمت في عهد الحبيب المصطفى، إنما مات في خلافة عثمان سنة 32 للهجرة. لماذا؟
لأن هذا التاريخ هو أصح التواريخ. لماذا؟ لأن عثمان أمره أن يجمع القرآن. إخوة الإيمان، هذا هو أبي بن كعب، رحم الله أبي ورحم الله الصحابة الأجلاء. إخوة الإيمان، لا يسعني وقد أدركني الوقت إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن كان لنا في العمر بقية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.